ام شهداء لثلاثة، بيتنا اتدمر، ولادي الثلاثة اتدمروا، هذا الركام زي ما انت شايفة. نزحنا اول اشي، نزحنا الى مدارس الانروة، من مدرسة لمدرسة، كل مدرسة يقولوا لنا الدبابات قربت ينادوا علينا نطلع من مدرسة لمدرسة، بعدين نادوا علينا بالميكروفونات قالوا لنا انزحوا على المواصل، طلعونا على حلبات، سكننا مواصي رفح، ما بعد مواصي رفح نزحنا على مواصي خان يونس، ما بعد بعدين انسحبت الدبابات واتجهنا الى نشوف بيوتنا، للاسف ما لقينا بيوتنا، لقينا الدمار، الدمار هائل جدا، لا يتبقى من بيوتنا الا الركام، الا الركام. اولادي استشهدوا رحمه الله عليهم، واحد معاه 3 انفار، وبنت عمرها 19 سنه، والولد الثالث عمره 15 سنه، وعندي بنت من ذوي الاحتياجات الخاصه، وعندي ابن مصاب حرب 2021 وفقد البصر، وعينه الثانية فقد في الحرب هذه، جينا قالوا لنا أخوه استشهد، وجينا ورموا علينا قذائف واستشهد، ونقلته على الأوروبي، وأجا وفد كندي واستأصل له عينه، الحمد لله رب العالمين على السراء والضراء. بنمشي أمورنا الحمد لله، هاي مناقيش حلو، عنا أطفال، عنا صغار لا يتحملون مأساة الجوع، لما تشي معاه برد دايما باستمرار إنها فاتحة، لازم ندبر حالنا، ما نجيش دقة وزعتر، بيستحملوا، بنحاول نصبرهم، بنحاول نلهيهم بقصص الأنبياء، بأي قصة بنلعبهم عشان يتناسوا، مش يعني ينسوا، يتناسوا ألم الجوع، ألم الدمار، ألم القصف، كل يوم قصف، مش هينا رجعي، لكن ما فيش أمان، القصف في كل مكان.